فترة. ولادنا في رواندا بعد منتخب كرة السلة اللي روح بالتاج الافريقي ان شاء الله تكون مرة اخرى رواندا وكيغالي بالتحديد طلع خير على تونس وعلى منتخباتنا. بعد الباسكيت الفولي توصل من جديد تمشي رواندا من اجل العودة بالتاج الافريقي. باش نحكي على هذا الكل حظوظ منتخبنا وحادثة غريبة تقريبا صارت البارح بين البارح واليوم في لجنة تنظيم كاس افريقيا باش نحكيو عليها اكثر مع زميلنا الاعلامي المختص الاول خلينا نقولوا في الكرة الطائرة في تونس احمد بوسيق. سيد احمد اهلا بك. مرحبا مساء الخير اهلا وسهلا بك. شنو احوالك شنو الامور؟ لاباس الحمد لله اذا كان الامور كيفاش تواصل كيما شفنا البارح والله شكون لك ماهيش لايقه كلها بكل شو المقابله كانت مبرمجه 7 نتاع العشيه تلعب 11 ونص تاع الليل باش تنتهي قرابه ما ذي ساعه ومن غدوه تصبح تلعب نصف النهار كيما اليوم لعبنا مقابله لعبنا خاصه بالفريق الثاني معناها تنجم تقول هذه هو توا الاتحاد الافريقي ممكن ما قراش حساب وانه التاخير اللي صار في المقابلات اللي وفاو 3 سنين والحفل الافتتاح اللي طول وحضروا هو من نجم نقولوا شرف احنا كره الطائره يحضرها رئيس البلاد بلاد نجم نقولوا حضر في الحفل الافتتاح حضر في مباراه بلاده هذا كله معناه نجم نقولوا ايجابي لكن اللي كنت تقول فيه راهو ما تجيش بك انت عندك متسع من الوقت نجم اي جوستمو دخلت تو في الموضوع انت سيد احمد خلينا نسالك الساعه وحتى العباد اللي مش تبع باش تفهم شنو صار تقريبا سابقه تاريخيه 11 ساعه المنتخب في بطوله افريقيا يخوض زوز مقابلات منتخبنا كان البارح خاض المقابله الاولى في بطوله افريقيا تقريبا نصف الليل وفات الماتش كان مش غلط كان غلط صلح لي سيد احمد مع منتخب نيجيريا فزنا 3-0 اليوم 11 نتاع الصباح مقابله ثانيه معناها تقريبا 11 ساعه بين الزوز مقابلات ضد منتخب اثيوبيا الحمد لله منتخبنا فاز في زوز مقابلات شنو سبب اللخبطه هذه سيد احمد؟ والله اللخبطه يعني قلت لك معناها هو ساعه استعمال قاعه واحده والبرنامج نتاع اليوم الاول ما ينجمش يكون فيه الافتتاح وسته مقابلات في نفس القاعه وما فماش معناها كل الفارق الزمني باش على الاقل تاخذ الراحه بين المقابل والمقابل الاتحاد الدولي ياخذ في 3 ساعات وانت اتحاد افريقي وتشوف معناها كل احترامك البروتوكول الصحي زاد هذاك زاد كان زاد فيه معناها اطاله نتاع وقت ما تعرف تلقى معناها مسحك الكرات ومسح برشا اجهزه اللي يستعملوها الملاعبيه كل. على كل نحن توا مرينا الفلاح. جوستومون معناها ما يعرفوش هم منتخبنا كيفاش ما كانش نجم يرفض معناها باش تصيروا حاجات من النوع هذا ما كانش نجم يطلب تاجيل المقابله شويه شنو عشان نسال حتى الملاعبيه كيفاش رقدوا وقتاش رقدوا وقتاش قاموا وقتاش مشاو عملوا شوفمون معناها نقاط استفهام كبيره معناها. هي نقطة استفهام كبيرة هي أول مرة تصير لما حالة هي ولو صارت حادثة في عام 71 وفما حتى يتفكر حتى كيفاش دارت مقابلة دامت قرابات 4 سوايع مقابلة دامت 4 سوايع عام 71 في نهائي بطولة افريقيا في بورسعيد بين تونس ومصر المقابلة دارت 4 ساعات. شنو هي حظوظنا؟ خلينا نحكيو شويه رياضيين، الحمد لله اولادنا كانوا في المستوى وما كانوش المقابلات من الحجم الكبير هذايا من الطرف اللي فزنا 3-0 في زوز مقابلات، شنو هي حظوظنا في بقيه المشوار اليوم ضمننا ترشح للدور الثاني؟ والله هي بالنسبه لحظوظنا احنا باش نقولوا ان شاء الله الاولانيين في المجموعه نتاعنا باعتبار انه فزنا في زوز مقابلات وخاصه الفريق النيجيري اللي كنا ننتظروا منه معناها مستوى خير من هكاك مرينا بالنجم نقولوا باقل الوحده معناها كانت اصوات معناها بعيدة الأصوات بعيدة السكور نتاعها بعيدة لبعض وكانت السر في أقل من ساعة نجم نقولوا اليوم كيف معناها في أقل من ساعة زاد فزنا وإن شاء الله غدوة نرتاحوا ونهار الجمعة نرجعوا نكملوا المقابلة الأخرى اللي باش تكون مع جنوب السودان ومن بعد باش تصير تصور الاتحاد الأفريقي تو ما علمش وقتاش نبداو الدور الثاني ما حدش في التاريخ. لخبطة كبيرة. ما حدش في التاريخ لا لشيء لخاطر هو تو في البرنامج العام حاطط بعد ما نلعب احنا نهار 10 فما دور مباريات ترتيب من 9 ل 16 وبعدين ندخلوا في الانكار ربع نهائي لكن ما حطوش التاريخ هو الربع نهائي باش يكون تونس هي ان شاء الله هي تو في المركز الاول باش تقابل مع الثاني في المجموعه جيم. ولهذا معناها باش يكون معنا تكون معنا مع الله هي تو في المرتبه الاولى هي الكاميرون تكون في المرتبه الاولى وتبقى لنا باش تقابل يا اما الكونغو الديمقراطيه ولا مع مالي ولا مع النيجر هذا من المنافسين تاعنا في الدور الثاني.
سيد احمد البطولات الافريقيه الاخيره تعودنا المنافسه بين تونس ومصر، معناها باش تكون نفس الحال البطوله هذه كيف كيف نستنى معناها النهائي معناها باش نعرف شكون باش توج باللقب والا تنجموا تصيروا مفاجات. لا والله شوف فما هو نقول لك الفرق اللي توا محضره روحها الواحد فما الكاميرون نوعا ما عندهم لاعبي برك ناقص والبقيه التشكيله هذيك هي، وفما الفريق المغربي اللي عنده طموحات محضر مليح للبطوله هذه باعتباره انه تعرف اتحاد المغرب دخل بقوه الكره الطايره، كان رشح الرئيس نتاعو نتاع الاتحاد رشحت وتو هي الحشاد المقود نتاع الاتحاد الافريقي، وان شاء الله اللاعب ان شاء الله هذه ما يعملهاش العمليه هذه صارت باه ان شاء الله ما تحطش من العزايم نتاع الفريق نتاعها وتواصل معنا. علاش لا؟ احنا كنا بكري نعانيو الناس الكل تعرف كنا نعانيو من المسيرين نتاع الاتحاد الافريقي اللي كلهم من مصر. وكنا معناها وقت نمشيو نتقن عندنا زوج مواجهات، المواجهات نتاع الفريق والمواجهات نتاع كل الخفايا نتاع كل الاعضاء نتاع الحكام والتنظيم وكيما تعرف ما تابعوا. هذا نجم نقول احنا تو تكون قدامنا وهو في الحاجه المؤسفه جدا وان المنتخب الجزائري اللي كان حضر اخر وقت في الاخر معناها ينسحب في الفتيان والفتيات. هذا متغيب بارز. نرجع احنا تو باش تكون عندنا شكون اللي باش نجي نلقاوهم في الصداره في المربع الذهبي باش نلقاو مصر وباش نلقاو الكاميرون وباش نلقاو المغرب. هذوما هي ثلاثه الفرق هذوما اللي هما باش يكونوا معنا في المربع الذهبي. واحنا تو نجم نقولوا احنا ديجا باش نتفاداو الكاميرون اللي نجم نقولوا هو ابرز فريق باش نتفاداوه في حتى في نصف النهائي اللي كان وصلنا. باهي لو كان نعمل سيد احمد قراءة في قائمة اللاعبين اللي مشاو هذم أفضل ما عندنا للبطولة الإفريقية. هذوما أفضل ما عندنا باعتبار أنه ساعة الخبرة والفريشور فيزيك متعرف اللاعبية في الوقت الحاضر هما أبرز اللاعبية اللي موجودين في فرق تسعة لاعبية من الترجي اللي هو بطل وعنده كوادري بلاي. فهمتني؟ وعندك من نادي الساقسي ولاعب من النجم الساحلي، نجم نقولوا 14 لاعب كلهم معناها من ثلاثة جمعيات. هذا اللي وما عندناش حتى كان عندنا ملاعبي هو مازال في البداية لكن هو بسبب التزاماته نتاع الدراسة رجع لل وسيم بنترا لا نحكي على بوغيرا اللي هو رجع وسيم بنترا مش موجود في قائمة اللاعبين؟ لا بنطارة موجود وسيم عاد هو نهار الواحد هو ابرز اللاعبين اي بالضبط اي لا هو بنطارة موجود اليوم برك العبدي جاء رغم انك تعرف احنا ما حكيناش اليوم كيفاش خاض المقابله وتعرف بالتعب نتاع البارح وفي المده الزمنيه نتاع راحه من القوش المدرب معناها استغل الملاعبيه اللي هما الاحتياط اكثريهم معناها لعب الملاعبيه اللي ما لعبوش في المباراه الاولى وهذه حاجه ما ايجابي على الاقل اليوم الموزع الثاني هو سي مهدي بن شيخ اليوم لعب زوز اشواط كاملين وباش رتح الموزع الاول خالد بن سليمان نجم نقولوا الفرصه هي باش على الاقل يجرب ويعطي فيهم الثقه علي بنك لعب اللي كان ما لعبش في المباراه الاولى اليوم لعب نجم نقولوا اليساري هذاك اللي عصاه اللي تقال عليه برشا كلام علاش ما مشاش للاولمبياد بالضبط بالضبط مول الاولمبياد مو تعرف كان نرجع هيك اختي والتالي الاولمبياد مو تعرف احنا تلزينا باش نشوف خاطر فرضوا علينا كان 12 لاعبي فقط هذاك هي اللي خلات الاشكاليه جوج لاعبيه يتحرموا من الاولمبياد ولو هي توقيت بطوله افريقيا يطرح اكثر من نقطه استفهام خاصه بعد الاولمبياد قد معناها جاته والله هي تو تشوف مش كان افريقيا برك حتى البطولات تاع اسيا واوروبا كلهم تو باش يبداوا اسيا يمكن الجمعه الجايه باش تبدا زاد كيف كلهم وقت الاتحاد الدولي يعطيك المرج وقتاش معناها خاطر من بعد خاطر فما اللاعبيه المحترفين معناها باش ينجموا يسيبوهم للبلدان باش يلعبوا خاطر فما البطولات وبعد كذا كان تدخل في يقول لك انا نعطي مرج باش اللاعبيه ينجموا يكونوا مرتاحين على ذمه المنتخب بلدانهم. صحيح. انا اسيا واوروبا وامريكا ديجا تلعب تو في البطوله القاريه نتاعها واحنا تو افريقيا وبدينا. ان شاء الله معناها هذه راهي كلها تتبرمج على مستوى الاتحاد الدولي. باهي خلينا نستغل وجودك معنا سيد احمد كيف خلينا ناخذ عندك كلمه على منتخب الفتيات اللي تحاول اليوم كيف رواندا شنو هي حظوظنا في البطوله؟
والله هي تو المشاركه نتاع تونس متعرف، هو تو انا سمعت حتى في المباشر مع رئيس الجامعه وانه ما نلقى صعوبات كبيره في التمويلات باش يشارك. انا سمعت حتى في حديث معناها قال معناها 300 الف دينار باش نجم معناها حضرهم باش ينجم يشارك في بطوله هذوليا، راهو تذاكر السفر والمشاركه فقط، قطع النظر على المصاريف نتاع التحضيرات والتنقلات الداخليه، هذا تذاكر السفر معلوم المشاركه معناها تو قال لك وصل 300 الف دينار. كرة طائرة ما تعرف هي ديجا من قبل كانت تعاني في الديون، لكن كان نرجع احنا بالنسبة للفتيات راهم باش يشاركوا لا لشيء وانه باش يعاودوا يسجلوا حضورهم، لانه يعني عندنا من عام 2017 ما شاركناش بسبب وانه الوزارة هي كانت تتشرط تقول لك ما تمشي لما تعطيني شنو النتيجة الجديدة يكون على البوديوم. واحنا ما كانش عندنا فريق، هو الفريق اللي باش يشارك الدورة هذه معناها فيه حتى من صنف الصغريات معناها ما تزيل الحضور، وان شاء الله يعملوا خاطر فما ثلاثة ولا أربعة عام من خبرة فهمت نجموا حتى معناها نرجعوا كل نفس القديم. تعرف احنا بالنسبة للفتيات راهو عندنا بطولات، راهو عندنا بطولات، عندنا شاركنا في 16 مرة في بطولة افريقيا، وعندنا ثلاثة بطولات افريقية، وشاركنا في مرتين في بطولة العالم ومرة في كأس العالم، أنا عندي تاريخ راهو. لكن بعد صار تراجع كبير. تراجع كبير قلت لك إمكانيات راهو. إمكانيات مو تعرف فما برشا جمعيات محله، وين النادي الأفريقي؟ النادي الأفريقي كان هو الممول الرئيسي، تودانكو كانت هو بطل وهز كأس وتحل بالنادي الأفريقي. معناها من هذيك تفهم وأنه كرة طائرة كانت في وقت ما معناها ما وقعش الاعتناء بها، وكل الجمعيات اللي كانت تمول في الفرق في الفريق القومي ما وقعش معناها مساعدتها ولا تأثيرها ولا حتى ونجم نقولوا وانه راهو الجمعيات الكل في كل الرياضات، انا عندي تجربه ما نجم نقول لك فوق 30 عام وعرفت الجمعيات اللي في محله السبب علاش، صدقني السبب هو ابتعاد المسؤول تو نجم حقه وذكرم ولا النادي الافريقي ولا حتى في النادي الصافي كلهم كانوا ينشطوا ويأثروا في الواحد كل شيء ينسحبوا يبقى الفريق معناها بدون معناها مؤثرين ويتضمحل وما عادش تمويلات وما عادش خبره في التسيير، وهذيك هي معناها في كل الرياضات راه مسؤول اذا كان مسؤول اللي كان مغروم وحب يخدم كل شيء بسبب ما ينسحب. انا نعرف انا زوج كانوا شادين مثل حق الكرم هما زوج اخوه هما سي حمادي وسي منصف تاج ان شاء الله يسمعوا فيا تمشوا التحيه كل فريقهم اللي كان معناها يسول ويجول وما النادي الافريقي المسؤولين نتاعو وينهم؟ تو النادي الافريقي ما رجع تو هاو تو نفس المشاكل رجعت تو لا حياه من النادي ما فماش ان شاء الله اخويا النادي الافريقي كيما عملوا مجهود ورجعوه الفراء يواصلوا اخويا علاش لا؟ هو تو لحد الان النادي الساقس والنجم الساحلي تونس الجويه التو ما معينوش حتى الاداره الفني ولا حتى البرمجه تاع التمارين. نجم نقول شكون شنو هذا السبب؟ كلها التمويلات معناها مفقوده. صحيح. نرجع تو بالنسبه للمشاركه هي مش لازم تكون هذه المشاركه 16 بالنسبه للفتيات. اي. كما قلت لك عندنا تاريخ عندنا القاب بالنسبه للكره الطائره النسائيه. باش يكونوا مشاركين زاد 16 بلد في الدوره هذه اللي هي باش تبدا من نهار 16 من نهار 10 الى يوم 20 والسفر باش يكون بعد لحظات كل اربع اليوم يسافروا لكيغالي. واضح. 14 لاعبيه ويمكن حتى الواحد نتاعهم النصف نتاعهم كلهم من اصناف معناها وسطيات وصغريات. وان شاء الله تكون بدايه وترجع الكره الطائره النسائيه اللي شارت نشاطها القديم وتشارك حتى في المسابقات. تشوف احنا تو عندنا النادي النسائي بكرتاج تبارك الله كان تو عملناه باللقب الافريقي على مستوى الانديه، وان شاء الله حتى الترجي في الاولاد اللي عنده هو اللقب الافريقي وعاد كل شيء باش يكون زاد موجود في بطوله العالم هو ونادي كرتاج. ثم عندنا في النصف الثاني من ديسمبر 2021 عندنا زوج فرق بالنسبه للفتيات نساء كرتاج تشارك في بطوله العالم الانديه ونفس الشيء الترجي تكون في الصين. صحيح.
واضح. يعطيك الصحة سيد أحمد، شكرا لك على تدخلك معنا. شكرا. يعطيك الصحة لكل هذه التفاصيل ما تتابعها بخصوص مشاركة المنتخب التونسي في تيرين وفتيات أيضا في بطولة إفريقيا في كيغالي. بالمناسبة حنا نستغل الفرصة باش نحكي على كرة الطائرة، نترحموا على والدة زميلنا الإعلامي المختص أيضا في كرة الطائرة اسكندر الحجام بعد وفاة والدته اليوم، إن شاء الله ربي يرحمها وأحلى تعازي أكيد لاسكندر الحجام. موزيك الأخبار وبعد مكملين في البلاي حتى للخمسة.